ليس مشهدا ذا علاقة من قريب أو بعيد بالربيع العربي رغم التشابه، ولا هو حتى مشهد احتجاج أو ثورة، إنه فقط غضب جماهير الكرة الأرجنتينية من مشجعي الفريق الكبير ريفر بليت. كثيرا ما سمعنا عن الكرة المستديرة والكرة التي ليس لها كبير، ولكن بالنسبة لهذه الجماهير التي احتشد 60,000 منها لمؤازرة ريفر، فالحكمة النظرية شيء والواقع المر شيء آخر. الريفر في الدرجة الثانية لأول مرة عبر 110 أعوام، هي تاريخه أحرز خلالها بطولة الدوري التي يتركها الآن 33 مرة، تجعل منه أكثر الفرق الأرجنتينية على الإطلاق فوزا باللقب. الهبوط جاء بعد مباراة عودة درامية أمام فريق بلغرانو الذي فاز ذهابا بهدفين نظيفين، ألغى الحكم هدفا يبدو صحيحا لبلغرانو مما أنعش آمال أنصار الريفر، ثم سجل الريفر هدفا لتشتعل المدرجات بالفرحة والأمل، لكن المنافس سجل هدف التعادل، وازداد الطين بلة بإهدار الريفر ضربة جزاء. وهكذا قلق فحزن فدموع فغضب عارم. الجمهور فقط هو من يملك مساعدة الفريق الآن. رئيس الفريق باساريلا يجب أن يرحل ويتنحى، ماذا يمكنه أن يفعل؟ لا شيء. 25 مصابا هم حصيلة الاحتجاجات التي اضطرت الشرطة خلالها لاستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه، وامتدت من نهاية المباراة إلى آناء الليل. هذه هي الكرة، الخاسر يقف صغيرا والفائز يأخذ كل شيء بما فيه السعادة. ناصر فرغلي، BBC.